اهلا بيكم معانا ونادي كل الستات، معاكم مروه حماد. النهارده هنعمل طبق بطاطس لذيذ ومختلف، بطاطس ومعاها حشوه وصوص البيتزا، حاجه كده لذيذه. اللي بيحبوا البطاطس اكيد هيحبوه، واللي بيحبوا البيتزا كمان هيجربوه ويحبوها جدا. اتفضلوا معانا عشان نعرف الطريقه بالظبط. اول حاجه البطاطس بتقطعيها رفيع، كل ما كانت رفيعه كل ما كانت بتبقى احسن، وهنقليها الاول وبعد كده هنشوف هنكمل بقيه الخطوات ازاي مع بعض. طبق البطاطس ده هيعجبكم جدا جدا، ولما تعملوه لاولادكم مش هيشبعوا منه ان شاء الله. المكونات بقت جاهزه، الفلفل والطماطم والبصل متقطعين ومعاهم زيتون حلقات. السبوله بقى انا هنزل المكونات بتاعتي كلها عشان اقلبهم مع بعض كلهم نفس الطعم. بطاطس بقى هحط معاها بقيه الصلصه كلها بدل ما اقعد ايه اقلبها فيها، واقطع الرومي شرايح كده عشوائيه معاها. موتزاريلا بس هخليها للاخر، اول ما البطاطس تتحمر هطلعها الاول على ورق مناديل المطبخ، وبعد كده على طول هروح احط عليها التتبيله ديت والخضروات ديت علشان تسخن معاها ما تاخدش وقت تحت الشوايه ويكون كلها متجانسه وفي درجه حراره واحده مع بعضها. طيب في لعله خير، يعني الموبايل فصل وانا بسجل. انا طلعت البطاطس اهي الاول وحطيت عليها طبقه الخضروات اللي احنا كنا مقطعينها ومعاها الزيتون والكاتشب والصوص بتاع الطماطم، وحطينا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. دلوقتي هندخلها على الفرن وهتاخد لها حوالي من 3 ل 5 دقائق، مش اكتر من كده. احنا كده خلاص خلصناها، طلعت من الفرن ما شاء الله شكلها جميل جدا وشهي. اتمنى ان انتوا تجربوها وهتعجبكم جدا، سواء كنتوا بتحبوا البطاطس السادة او البطاطس مع حشوة البيتزا. متنسوش تعملوا قناة بلايك وسبسكرايب وشير عشان تكونوا شركاء معانا في الخير. الدلع الخير كفاعله. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. ما تنسوش تدعموا القناة.